السلام عليكم حبايبي في قناة كوكا أوكا. هنعمل الصوبيا كلها في البيت، يعني مش أي مكونات من برة. هنجيب 3 معالق جوز هند عادي مبشور وكوباية مية. هطحن الأول 3 معالق جوز الهند في المطحنة بتاعت البهارات، بس هي نظيفة طبعا، وهطحنها جامد وهخلط عليها كوباية المية. وبعد المرحلة دي أول خطوة. تاني خطوة هحتاج 1 كوباية حليب ونص كوباية مية ومعلقة كريم شانتيه. دي كمية عادية هنحصل فيها على 3 كوبايات تقريبا من مشروب الصوبيا. ممكن الكمية تضعفوها زي ما تحبوا. فاحنا هنبدأ في أول خطوة دلوقتي. خلاص، هو كده انا طحنتها بالمطحنة بتاعت التوابل، بقت ناعمة خالص. هحط عليها، اضيفها هنا في الخلاط بقى الكبير. لازم تطحن في مطحنة التوابل الاول، وهضربها مع المية، مع كوباية مية. دلوقتي انا خلطت الجوز الهند المطحون مع كوباية المية دي، بقى كده هي الصوبيا. هصفيها بقماشة، لازم بقماشة بيضة هصفيها عشان ما حدش يشرق لما يجي يشرب. اي قماشة بيضة نظيفة وهنصفيها. ده كله مرحلة تكوين الصوبيا. الاول هنصفيها كده اهو في القماشة. ما ينفعش في مصفى، لازم قماشة عشان الجوز الهند بيشرق. ده المتبقي ده خلاص هنستغنى عنه، ده بيشرق. ده كده الصوبيا، بس لسه هنكون بقية المرحلة التانية. دي اول مرحلة. خلاص غسلنا الخلاط بقى نضيف مكان الجوز الهند، وهنضيف بقى شراب الصوبيا ده، المقدار ده اللي احنا عاملينه، وممكن تزودوه. هنضيف له 1 كوباية حليب. في المرحلة دي حطوا كمية السكر اللي انتوا عاوزينها، ممكن ياخد له 1/2 كوباية سكر للناس العاديين اللي بيشربوا سكر. وحطيت انا 1/2 كوباية مية ومعلقة الكريم شانتيه اهي، واخلطهم في الخلاط كويس قوي. انا خلطته بالخلاط، الصوبيا مع الحليب مع الكريم شانتيه. شوف الرغاوي اللي فيه جميلة ازاي، منظره وريحته رائعة وطعمه يجنن. نصبه وبألف هنا والشفا. جربوه، الصوبيا، شراب الصوبيا. ممكن بالمعلقة بقى نصب، ناخد من الرغوة كده نحط هنا كده، الرغوة الجميلة دي اللي شكلها شهي. ادي الصوبيا، سهلة وبسيطة ومن غير اي محسنات ولا اي حاجة. بألف هنا والشفا. هي عملت الكمية دي 3 كوبايات، ممكن تضاعفوا الكمية وتعملوا على عدد افراد الاسرة. وألف هنا والشفا. لو عجبكم الفيديو اعملوا لي لايك وشير عشان اي حد يكون عايزها يعملها في البيت، الصوبيا في البيت. كل سنة وانتم طيبين. استنوني هعمل قمر الدين برضو والمشروبات دي كلها اللي احنا بنحبها. الى اللقاء، اشوفكم بخير دايما بإذن الله حبايبي. بعود الايام عليكم.